أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنه وإنا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهب
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم